السلام عليكم، أنا محمد الجامح. لما تكون شخص مسالم وتحب السيارات الرياضية مثلي، يعني تفكر شو السيارة المناسبة لك؟ سيارة تكون فخمة وبنفس الوقت تكون رياضية وشكلها حلو واقتصادية. فجات في بالي سيارة الحين بتشوفها. لكسس ار سي 350 2015. مثل ما تشوفوا السيارة عليها خطوط حادة من كل مكان تقريبا، حروف ال طاغية على كل شيء. يعني عندكم الإنارة الأمامية عليها حروف ال، عندكم الشبك الأمامي عليه حروف ال، عندكم حتى المراية الجانبية عليها حروف ال، حتى الرنجات عليها حروف ال. السيارة من الخلف جميلة جدا ما شاء الله، حروف ال واصلة حتى ورا. ومثل ما تشوفوا السيارة فيها اكزوزين بس، في نسخة الثمانية سلندر تجي أربع اكزوز. يلا خلينا نشوفها من الداخل. هذا الماوس اللي تتحكم به الشاشة. الماوس طريقة استخدامه سهلة، بس بصراحة يباله شوي لحد ما تتعود عليه. استخدامه جدا سهل وبسيط، وفيه مثل الهزة يحسسك انك تضغط على شيء. وهني تتحكم بوضعيات القيادة، الوضعية الاقتصادية اللي هي على اليسار، ووضعية النورمال تضغط بوش على تحت، وضعية السبورت والسبورت بلس. من النادر ما تشوف سيارات فيها تبريد كراسي بس، يعني بالعادة تشوف تبريد وتسخين أو تسخين، لكن تبريد بروحه أنا بالنسبة لي أنا أول مرة أشوف. يعني يمكن في سيارات لكن بالنسبة لي أول مرة أشوف، لكن صراحة إضافة حلوة. هم عارفين جونا كيف، وما شاء الله في سيارات حاطين لك تبريد تسخين كأننا ناقصنا نحن. طبعا تشوف الأزرار اللي موجودة كلها في المكيف أزرار تقليدية وما فيها أي شيء مميز، استثناء شيء واحد لما ترفع الحرارة أو تنزلها تتش. شوفوا شكل الجير كيف جاي، وعليه تطريز باللون الأحمر. طبعا هذا التطريز يدل على أنها سيارة رياضية. وبعدين الجير ماخذ منحنى على اليسار شوية بس عشان أول ما تحط إيدك ترتاح، فإضافة حلوة صراحة يعني ما شاء الله. واحدة من الأشياء اللي لفتتني في هالسيارة، شوفوا أول ما أضغط زر المنيو يتحرك الفريم بكبره، يتحرك مع الشاشة، يعني كأن الشاشة والفريم مع بعض. صراحة تقنية حلوة ووايد عجبتني. شوفوا كيف لما تبى تشغل الإضاءات الداخلية بس تمرر إيدك ويشتغل حتى ما تلمسه وتسكر. حبيت حركة من حركات الدلع في السيارة هذه. شوفوا لما تبى تقدم الكرسي مال قدام يتحرك أوتوماتيكلي، دلع الآخر لما ترجعه نفس الحركة. الحين من الخلف السيارة نوعا ما يعني كسيارة رياضية أنا أشوفها مقبولة، تكفي صراحة. الكراسي اللي وراها مريحة، ما أقولكم واو لكن يعني شيء يفي بالغرض، في النهاية هذه سيارة رياضية. الحين هذا اللي معانا RC 350 306 حصان. بلغة لكزس 350 تعني 3500 سيسي. وفي موديل ثاني اللي هو RCF، RCF 5000 سيسي 475 حصان تقريبا. كثبات السيارة ثابتة وفيها نظام توزيع الوزن على الإطارات الأربع، معناها هي ديفريجن بس أنا ما أعرف كيف مسوين النظام هذا. على فكرة هذه السيارة أنا من كبار المعجبين فيها، يعني دائما أقول هالربع RC يا عمري RC، وبصراحة خاطري أقتنيها وإن شاء الله في المستقبل القريب يعني نحاول نحن ونجتهد وإن شاء الله راح نأخذها. بصراحة أنا حبيت السيارة من أول نظرة من 2014 لما شفتها أول مرة في المعرض، بس للأسف الشديد كان حب من طرف واحد فإني للحين ما قادر أشتريها. وبس خلصنا الحلقة، جربنا الأشياء المختصرة في السيارة وما تكلمت بالتفاصيل لأن في قنوات كثيرة تكلمت بالتفاصيل. أنا بس حبيت أشارككم الأشياء اللي جذبتني في السيارة. اكتب لي رأيك في التعليقات شو اللي حبيته في السيارة واللي ما حبيته، وإذا حسيت أني مقصر في شيء بعد كتبه في التعليقات وإن شاء الله ما راح أقصر وأسوي اللي يحبه خاطرك.